المؤتمر هذا يضم دول الخليج مع فرنسا البلد المستضيف، وهذه طبعا كان مؤتمر يمكن الأول اللي يصير فيه التمثيل الخليجي مشترك. كان التمثيل من الطرفين من الجانبين على المستوى، كان حاضر وزير الاقتصاد الفرنسي، ومن الجانب الدول الأخرى الخليجية كان في وزير الصناعة السعودي، وفي من الإخوان من دولة الإمارات والكويت وقطر كان في تمثيل عالي. طبعا الغرض منه هو اللي تحقيق الأهداف اللي كانت جميع دول هذه تتكلم عنها بالتعاون مع فرنسا. فرنسا لها تاريخ مع وعلاقات صداقة مع دول الخليج، وفي اهتمام انه الصداقة هذه تنعكس بالإيجاب الى القطاع الأعمال. لو تكلمنا عن السعودية تحديدا، فالسعودية في علاقة تفاهم وعلاقة قديمة مع فرنسا. حجم الأعمال اللي موجودة في الاستثمارات الفرنسية في السعودية تجاوزت 10 مليار يورو تقريبا أو يزيد. فرنسا تعتبر ثالث أكبر شريك استراتيجي مع السعودية. الآن في تواجد تقريبا يمكن عدد 300 شركة فرنسية متواجدة في السعودية، وباستثمارات تقريبا تقدر ب 15 مليار دولار. واردات السعودية في المقابل احنا عندنا 6.5 مليار تقريبا، وهذه الصادرات، والواردات عندنا يمكن 3 مليار من فرنسا. المجالات اللي داخلة فيها فرنسا مجالات يعني عدة. مثلا كان بالسابق في مجال المياه كانوا موجودين، في مجال البناء الآن دخلوا في مجالات أخرى متعددة. عندنا احنا السياحة، الآثار زي العلا الآن اللي هم داخلين فيها بقوة، وعندهم يعني مثال حيوي جميل جدا اللي صاير في العلا. القطاع السياحي اللي عندنا الآن غير القطاع الصحي اللي موجود، فقطاعات جدا مختلفة موجودة عندنا، الفرنسيين لهم حصة فيها. طيب يعني السيد فايز، ربما أشرت إلى التبادل التجاري ما بين الطرفين حتى على مستوى الشركات، يعني اليوم كيف ترى استقطاب والتوسع الذي تقوم به المملكة اليوم من استقطاب شركات في عدة مجالات؟ يعني إلى أي مدى سوف نشهد مزيد من دخول شركات أجنبية سواء فرنسية كانت أم غيرها إلى المملكة العربية السعودية، وكم بلغت فعليا في الوقت الراهن؟ طبعا السعودية دول الخليج والسعودية تحديدا مفتوحة للاستثمارات لأي شركة كانت من أي دولة، بالعكس مرحب فيها أنها تجي تدخل وتستثمر. في السابق كانت الشركات، ولو تكلمت تحديدا عن فرنسا بما أننا في فرنسا، كانت الشركات تجهل الطريقة المثلى اللي تستطيع أنها تدخل فيها المنطقة وتقدم خدماتها. في تقنيات جدا عالية في فرنسا وتقنيات يعني محترمة، لكن الإشكالية كانت ما هم عارفين كيف يوصلون هذه التقنيات إلى دول الخليج. فيجي الحين دور مثلا مجالس الأعمال زي مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، هو دوره اللي هو يعني تقريب الوجهات النظر بين الجانبين، القطاع الأعمال السعودي مع القطاع الأعمال الفرنسي، إيجاد الفرص اللي تقرب فيها وجهات النظر بين الشركات، حتى تذليل الصعاب اللي بينهم. فكل هذه بتساعد وساعدت كثير على نمو عدد الشركات الفرنسية في الدخول في قطاعات مختلفة. كمان يعني تقريبا كم عددها اليوم وصل هذه الشركات؟ الشركات الفرنسية تقريبا نقدر نقول 300 شركة موجودة في عدة مجالات كذا، مجالات مختلفة. طيب يعني على مستوى يعني كنا نشهد بعض القوانين التي يتم تطبيقها الآن، إلى أي مدى سوف يكون كذلك أنه الشركة لديها مقرها الإقليمي يكون في الرياض؟ يعني هذا دافع كذلك أساسي ورئيسي بالنسبة لاستقطاب شركات عالمية كذلك للسعودية. حن خلينا نقول أنه هذا النوع تشجيعي للشركات حتى يكون تستطيع أن تدخل في مشاريع من الميجا بروجكت والمشاريع الضخمة اللي موجودة في السعودية. هذه تطلب يكون لها وجود في داخل المملكة، فمقرها الإقليمي يكون موجود في الهيدكوارتر، يكون موجود في السعودية حتى تستطيع أن تدخل في المشاريع الكبرى. طيب يعني اليوم دور المجلس، يعني نتحدث العكس، الشركات أو ربما اللجوء للشركات السعودية للخارج، يعني كيف اليوم ترى توجهها للخارج وربما الاستثمار في فرنسا أو غيرها من الدول الأخرى؟ احنا بمجلس الأعمال السعودي الفرنسي عندنا الكاونتر بارت أو شريكنا الطرف الآخر في فرنسا هم الميدف انترناشنال اللي هم أرباب العمل الفرنسيين.
بالمقارنة بين استثمار الشركات الفرنسية وجودها في السعودية وبين الاستثمارات السعودية في فرنسا، طبعا في اختلاف. مع الأسف أنه أكثر قطاع دخلت الشركات السعودية فيه إلى فرنسا هو يمكن قطاع العقاري في السابق، وكان هذا تركيزهم فيه، لكن هذا مش قطاع يعني مثمر أو مدير زي القطاعات الاقتصادية الأخرى. لكن الآن صار في ترغيب للشركات السعودية الدخول إلى فرنسا من خلال الشركات الاسميز الوسط المتوسطة والصغيرة، ممكن المشاركة معها، دعمها من ناحية حصولها كمان. تستطيع شركات سعودية بهالطريقة تحصل على التقنيات هذه وإعادتها إلى دخولها في السعودية، فبصير فيها كمان من الجانبين، فيها استثمارات في فرنسا وفي نفس الوقت توطين للتقنيات في السعودية.